للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق الأستاذ علي القيسي. أستاذ علي، مرحبا بك. أنباء عن وفاة شرطي كان معتقلا نتيجة التعذيب في سجن بمدينة الموصل، ما تعليقك على تكرار هذه الحوادث في العراق؟ أهلا وسهلا بكم، نشكركم على جهودكم بفضح الانتهاكات في العراق. الحقيقة أن هذه لا يكاد يمر يوم إلا يتوفى فيه معتقل تحت التعذيب في العراق، لكن ما يميز هذه هذا الأمر هذه المرة أن أحمد المعتقل هو شرطي، وتم توجيه تهمة إلى كون الشرطي لا يستطيعون توجيه تهمة الانضمام أو إلى داعش، وجهوا له تهمة غريبة جدا وهي أنه يعمل كمصدر أو كجاسوس، اتهموا إلى قوات البيشمركة أو القوات الكردية، وهذه تهمة واهية. الحقيقة الثابتة أن هؤلاء الميليشيات الذي يرتدون زي الجيش والشرطة حقيقة هم ميليشيات، لا يسمحون لأهالي المحافظة سواء من الموصل أو من الأنبار أو من صلاح الدين بالعمل بحرية ومهنية، لأنهم هذه الجهات التي ترتدي زي الجيش والشرطة بالحقيقة كلهم ميليشيات، ويخضعون لفتاوى مراجعهم الميليشياوية، ويستحلون دماء وأموال وأعراض الأبناء هذه المحافظات، ولذلك لا يتصرفون بالقوانين الوضعية اللي يفرضها القانون أو اللي تفرضها القوانين الطبيعية اللي يعمل بمقتضاها الشرطي أو الجندي أو العسكري. الأنباء تتحدث أستاذ علي عن ضابط في الاستخبارات هو من قتل هذا الشرطي وعذبه حتى توفي، نسأل ما دور الاستخبارات في عمليات التعذيب الممنهج في سجون العراق؟ سيدي الكريم، الاستخبارات يعني منتسبي الاستخبارات هم من عتات ومن قيادات الميليشيات، وهؤلاء مجرمين وقتلة وليس لهم أي خبرة أو عمل في هذا المجال سوى الحقد الطائفي. طيب، ليغذيهم ويحركهم. أستاذ علي، مع تكرار هذه الحوادث هل لديكم إحصائيات ترصد هذه الانتهاكات خاصة في سجون العراق؟ سيدي الكريم، ما يخص الموصل هناك أكثر من 50,000 مختفي، ويرجح أنهم كلهم تعرضوا لعملية الإعدام قسرا أو الإخفاء القسري أو الإعدام خارج نطاق القانون. لدينا إحصائيات، وسبق وأن أكدت في بداية كلامي أن لا يكاد يمر يوم إلا ويتوفى فيه معتقل تحت التعذيب بهذه الطريقة. المشكلة أن هذه الميليشيات التي تخترق الجيش والشرطة، أو الجيش والشرطة الذي يرتدي زي يرتدي زي الجيش والشرطة، لكن في الحقيقة هم كلهم ميليشيات. إذن دور أستاذ علي، دور المنظمات الدولية لوقف هذه الانتهاكات؟ دور المنظمات الدولية، نحن نرصد ونوثق ونكتب إلى المنظمات الدولية ونطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتدخل. المشكلة في العراق تحتاج إلى إعادة بناء مؤسسات دولة من ضمنها أجهزة الأمن والجيش والشرطة ومنظومة الاستخبارات التي تسيطر عليها الميليشيات، وهذه الميليشيات أؤكد أنها لا تستند للقوانين الوضعية ولا توجد حتى محاكم شرطة أو جيش في العراق. الآن محاكم الجيش ومحاكم الشرطة معطلة في العراق، كل من يرتدي زي الجيش أو الشرطة بإمكانه أن يرتكب عمليات قتل وإعدام خارج نطاق القانون، وحتى يقومون بعملية سطو. الآن يتم في الموصل عمليات سطو على البيوت وعلى المصارف وعلى محلات الصيرفة. المشكلة الآن التي يعانيها أهالي الموصل والأنبار أنهم الحكومة تريد إعادتهم، والميليشيات تتربص بهم وتسيطر على مدنهم وبيوتهم، وتقوم بحملة تهم واعتقال ليلية في كل يوم ضدهم. شكرا جزيلا لك من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق الأستاذ علي القيسي.